اشكال وانواع، اللي ما بغاش يجي يتقدى. هادو هنا تبيعوا الجينات هنايا، وهنايا داك المهم كاين كلشي، كاين كلشي كلشي كلشي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الفلوق ديال اليوم من وسط او قلب المنطقه ديال الجمله، اللي هي منطقه ميرتير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا، انا اعطيكم واحد التعريف على هذه المنطقه، لانه كثير ديال المتتبعين تيسولوني كي دايره المنطقه ديال الجمله، اشنو فيها. فهاد الشيء علاش انا اليوم درت لكم هذا الفيديو. غادي نشوفوا ان شاء الله، غادي تشوفوا معايا محلات ديال الدراري الصغار، المحلات ديال الكبار، المحلات ديال العيالات، ديال الرجال، مهم كل شيء كاين في هذه المنطقه، وطبعا بالجمله. ان شاء الله الا لقيت تجاوب كثير في التعاليق وبغيتوا تعرفوا فعلا اشنو كاين هذه المنطقه وكي دايرين الاسعار وكي، تواصلوا معايا عبر الانستغرام او الفيسبوك او التعاليق ان شاء الله. يلا معايا. هنايا بلاصة النساء، كاين اشكال كثيرة، حنا نشوفوها ان شاء الله مع بعضياتنا. اشكال وانواع، اللي ما بغاش يجي يتقدى. هادو هنا تبيعوا الجينات هنايا، وهنايا داك المهم كاين كلشي، كاين كلشي كلشي كلشي. هنا باش يعجبك في هذا السوق هذا تلقاو كلشي، اي حاجه تتلقاوها كلشي مجموع فيه، واخر الموديلات تلقاوهم في السوق. فهنايا كما شفتوا تنوريكم كل حاجه، غادي نوريكم منها شويه شويه، لان السوق كبير كبير بزاف. كل جناح الا بغينا ندوروه بوحدو تياخذ منا ساعات طوال. فبالتالي هنا كما قلت لكم في الاول فيديو، يعني هذا فيديو تعريفي فقط للمنطقه ديال الجمله. فاي حاجه احتاجيتوها تواصلوا معايا ان شاء الله عبر التعاليق، وان شاء الله فيديوهات مقبله غادي نديروها مفصله على كل حاجه بحول الله. الى سبحان الله شي واحد سولني في التعاليق تاخرت عليه ولا شي حاجه، ممكن يدوز عندي الانستغرام نزهه اي اسطنبول، راه ان شاء الله بسرعه نجاوبه. هنايا لقيت واحد المحل هنايا تبيع هادشي ديال القفطان المغربي، دخلت عنده سولته هذا، قال لي فعلا هادشي ديال المغرب، حيت جاتني غريبه انه صراحه تكون شي حاجه ديال بحال هادشي الجلباب المغربي ولا القفطان المغربي. قال لي راه فعلا تنجيبوا داكشي من المغرب بحال السفيفه بحال هذا، ولكن تيتخيط هنا. هادو بلاصه التيشيرتات، هادو كلهم هادو ديال النساء عيالات، اشكال كثيره كما تتشوفوا. هنايا كما شفتوا هذا تبيع الحجم الكبير، يعني لي غرون تاي. صراحه لي غرون تاي ماشي كاع المحلات تبيعوهم، تيكونوا وحدين متخصصين فيهم. انتما كما تتشوفوا كاين بعض الاشكال اللي ما تتكونش مناسبه للجميع، اولا تقولوا مثلا هذا ماشي ديال هذا الوقت، ولكن تتكون مناسبه لبعض الدول بحال الناس اللي في روسيا،
في كازاكستان، بزاف بزاف ديال الناس يبغيو بحال هذا الشكل هذا وبحال هذه الموديلات هذه. فانا تنصور لكم هذه الاشكال كامله وانتم هذيك الساعه تختاروا. هذا توبتان، توبتان يعني بالتركيه تتعني الجمله، البيع بالجمله. هنايا هذا الشيء ديال الملابس الداخليه، البيجامات، كاين كل شيء. هاد الجيليات هادو هما اللي دابا مشيين، فدائما هنا كيبيعوا بالجمله كلهم. شو هنايا كاع هادو هما اللي السلعه بالجمله كما تتشوفوا، تيخرجوا هادشي باش يصيفطوه كل واحد، تيصيفطوه لبلاصتو على حسب لي كوموند. هادو لي بلومبالاج كلهم، هذا هو السلعه ديال ماليها، كل واحد فين غادي يديها على حسب البلد. هنا السلعه تتمشي لكل انحاء العالم، كل شيء، يعني اي واحد من اي بلاد بغى يجي يتقدم من هنا تيجي يتقدم من هنا. وعلى فكره اي واحد تيجي هنا ممكن يتواصل معاه باي لغه بغى، يعني كاين العربيه، كاين الانجليزيه، كاين الفرنسيه، كاين هنا كثير العرب، كاين هنا العرب بزاف تيخدموا هنايا. فانا كما تتشوفوا هذا بحال موبل او عماره، وهي قيصريه خاصه بالالبسه ديال الرجال، كلها فيها شي خمسه ديال الطوابق تقريبا، كلها ديال الرجال. هنايا صراحه انا ما بغيتش ندخل للمحلات وداكشي نوريكم، هذه طوال الفيديو، فقط هذا الفيديو هذا خصصته باش نوريكم المنطقه، لان هذه المنطقه هذه اللي هي ميرتر هي من اكبر المناطق اللي متخصصه في الجمله. والله يعني بس سنة تنتظر ما استنى استنى تعرفين. شوف اليوم الهرم بكرة ال 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 الطاي كبيرة، أيه بيك سايز، كما قلت لكم تيكونوا متخصصين فيهم. إلى هنا نخليكم إن شاء الله في أمان الله وحفظه، إلى فيديو مقبل. نتمنى أن هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.